فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول بالنسبة للمسافر إذا كان يوم الجمعة هل الأفضل له أن يصلي الجمعة؟ بالنسبة للمسافر إذا كان في يوم الجمعة هل الأفضل له أن يصلي صلاة الجمعة أو يصليها ظهرا ويقصر؟ إيش السؤال؟ إذا كان يقول بالنسبة للمسافر في يوم الجمعة هل الأفضل له أن يصلي الجمعة أو أنه يصلي ظهرا ويقصر الصلاة؟ إذا حضر صلاة الجمعة يصليها مع المسلمين، أما إذا كان في الطريق يسير أو بعيد عن الجامع فيصليها ظهرا ويقصرها. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.